وللحديث عن التطورات في سوريا والتفجير الذي وقع في مدينة عزاز بريف حلب مع استمرار القصف على إدلب، معنا من الريحانية على الحدود السورية التركية الناشط الإعلامي عياد إلياس. أهلا بك معنا سيد عياد. أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا. أهلا بك سيد عياد. بداية، هلا وضعتنا بتفاصيل الانفجار الذي وقع اليوم وسط مدينة عزاز بريف حلب. نعم، وكما جاء في تقريركم اليوم فقد هز انفجار قوي أرجاء مدينة عزاز هذا اليوم وحوالي الساعة 11:30 تقريبا. تبين أنه ناتج عن انفجار سيارة شاحنة مفخخة بالقرب من دوار الحرير على المدخل الغربي لمدينة عزاز، وقد أسفر عن ذلك الانفجار 7 إصابات متفاوتة في صفوف المدنيين العزل. كما أدى ذلك الانفجار إلى تضرر عدد كبير من الشاحنات المركونة في المكان بأضرار مادية كبيرة. على الفور حضرت فرق الدفاع المدني وقامت بإسعاف المصابين وإخلاء المكان من المارة والعمل على إطفاء الحرائق الناتجة عن ذلك التفجير الإرهابي. بالنسبة لمن يقف وراء هذا التفجير، يعني إلى من تشير أصابع الاتهام؟ بالطبع أصابع الاتهام تشير دائما إلى عصابات قسد وعصابات بككة الإرهابية، خصوصا أنها تبنت مثل هكذا عمليات إرهابية في المنطقة ولأكثر من مرة، وفي ذات المنطقة وغيرها من المناطق الأخرى التي تسيطر عليها فصائل الثورة السورية والجيش الوطني. وقد قامت المجموعات الأمنية في الفصائل الثورة وقوى المعارضة بإلقاء القبض، ولعدة مرات قبل هذا الحادث بإلقاء القبض على عدة مشتبه بهم أو متورطين، وبالتحقيق معهم تبين أنهم إما أن يكونوا من تلك العصابات منتمين لتلك العصابات أو أنهم مرتزقة يعملون لصالح تلك العصابات، ويعني دائما ذلك مثبت عبر شاشات التلفزة، وخرجت هذه الاعترافات إلى شاشات التلفزة العالمية والمحلية. نعم السيد عياد، يعني سبب هذه الخروقات الأمنية، هل يعني السبب يعود إلى أن هناك شبكات لربما نائمة داخل هذه المناطق، أم أن هناك أو هذه المناطق تعتبر رخوة أمنيا؟ أبدا ليست رخوة أمنيا، وإنما يعني دائما تسعى عصابات قسد الإرهابية وعصابات بككة لضرب الاستقرار في هذه المناطق وإرباك الحاضنة الشعبية للثورة والمعارضة وإحداث فوضى كذلك. تسعى هذه العصابات من خلال هذه العمليات لجر قوى المعارضة خصوصا هذه الأيام إلى مواجهة مباشرة، وخصوصا بعد حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن نيتها الانسحاب من سوريا، وكي تظهر هذه العصابات نفسها على أنها معتدى عليها علها تثني الولايات المتحدة الأمريكية عن ذلك الانسحاب أو تأجيره إلى أبعد زمن ممكن. نعم، في موضوع منفصل، يعني تزامنا مع قصف إدلب، المعارضة السورية تقصف بالمدفعية مقرا لقوات النظام على محور كفر حلب في ريف حلب الغربي. كيف ينظر أهالي الشمال السوري لهذا القصف؟ نعم، ليس أهالي الشمال فقط، بالإضافة لأهالي الشمال، الأهالي في جميع المناطق المحررة وفي مناطق عمليات نبع السلام وغصن الزيتون ودرع الفرات وحتى في المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام وسيطرة عصابات قسد يؤيدون مثل هكذا عمليات، بل أنهم دائما ما نسمع من الأهالي أنه يجب على فصائل الثورة أن لا تكتفي بردات الفعل، بل يجب عليها أن تبادر دائما بالهجوم على النظام وعدم التوقف عن مهاجمته، وهم على أتم الاستعداد لتحمل أي نتيجة مقابل تخليصهم من هذا النظام المجرم وتحرير مدنهم وقراهم والعودة لديارهم.
وإعادة إعمار وبناء سوريا واحدة موحدة تتفع لجميع السوريين. شكرا جزيلا لك عياد الياس الناشط الإعلامي، كنت ضيفا عبر الهاتف من الريحانية على الحدود السورية التركية.